الحمد لله تجربة ناجحة جدا واستطعنا من خلال هذا المعرض أن نعرف العالم الإسلامي عن العالم ككل العالم الحر عن معاناة الروهنجيين في بورما من خلال هذا المركز العالمي للروهينجيا ونقلنا صورة واضحة عن عمل المركز من خلال هذا المركز نسعى إلى استعادة الحقوق المسلوبة من الشعب الروهينجي بكل ما يمكن من فرص عبر القوانين والمنظمات الدولية وكان في إقبال كبير الحقيقة كثير من الزوار كانوا يأتون هنا كثير من القنوات سجلت هذا الواقع والسبب في ذلك يعني الواقع اللي نقلنا لهم إياه الحمد لله وإحنا نشكر معرض ديهاد حقيقة هذا المعرض اللي فعلا يعني يعتبر موقع مكان مناسب جدا لأنه أي منظمة أو أي شركة أو أي مؤسسة تعرض ما عندها